مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عالم الطاقة نناقش فيها. وكالة الطاقة ترى تحسنا في أسواق النفط، وفي المقابل نظرة متشائمة من أوبك. وفي عالم الطاقة أيضا، هبوط الطلب على الوقود يضع مصافي التكرير أمام تحد صعب. قطاع البتروكيماويات لم يكن بمنأى عن التطورات التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية، فهذا القطاع تأثر بشكل كبير بتراجع النشاط الاقتصادي وهبوط أسعار النفط، بالإضافة إلى تقييد حركة سلاسل الإمداد. الارتباط الوثيق لقطاع البتروكيماويات بنمو الاقتصاد العالمي وأسواق النفط جعل منه عرضة للتطورات الأخيرة الناجمة عن فيروس كورونا، فالانكماش المتوقع للاقتصاد العالمي خلال هذا العام سيخلف ضغوطاً على قطاع البتروكيماويات وفق توقعات المحللين، وقد يدفعه نحو تحولات رئيسية مثل إبطاء وتيرة الاستثمار وتغيير استراتيجية الشركات نحو الاحتفاظ بالسيولة وضبط الإنفاق الرأسمالي. وقد بدأت هذه التأثيرات بالظهور بالفعل، إذ تسبب تقييد حركة سلاسل الإمداد بانخفاض حجم أعمال صناعة الكيماويات والبتروكيماويات بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40% حتى منتصف أبريل الماضي وفق بعض التقديرات. واختلفت هذه التأثيرات وفق المنتجات، فالمرتبطة منها بالتغليف والتعقيم والمنتجات الطبية شهدت انتعاشة في الطلب، في حين تضررت القطاعات الرئيسية المستهلكة للبوليمر بشدة، وتحديدا في السيارات والبناء من الظروف الراهنة. لكن يبقى التعويل على أن يشهد قطاع البتروكيماويات انتعاشة سريعة بعد انتهاء الوباء، مثل ما حدث خلال الأزمة المالية العالمية التي دعمتها حزم التحفيز العالمية آنذاك، خصوصا من جانب الصين. وقبل الفيروس كانت التوقعات تشير إلى أن قطاع البتروكيماويات في العالم سيسجل نموا سنويا مركبا بنحو 4% خلال الفترة الممتدة من عام 2019 حتى عام 2027، ليتجاوز 7 تريليونات دولار بحلول نهاية ذلك العام. كما من المتوقع أن يواصل القطاع لعب الدور الرئيسي في نمو الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة وفق تقديرات وكالة الطاقة، التي أشارت إلى أن البتروكيماويات ستشكل نحو ثلث نمو الطلب على النفط حتى عام 2030، ونحو 50% من نمو الطلب المسجل عليه بحلول العام 2050. وللمزيد عن صناعة البتروكيماويات في هذه الأوضاع بالأسواق العالمية، نرحب بضيفنا من الرياض الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية المهندس مطلق المريشد. أهلا بك معنا عبر سكاي نيوز عربية. إذا السؤال بداية، كيف تأثرت صناعة البتروكيماويات بتقلبات وتراجعات أسعار النفط، وأية الأسواق الأكثر تأثرا بهذه الظروف؟ طبعا خلينا نرجع للوراء شويه. اسعار البتروكيماويات كانت بدات بالتاثر من النصف الاول ل 2019 قبل كورونا، بسبب الكميات اللي جايه من امريكا بسبب الشيل غاز. في صناعات كثيره بنيت على الشيل غاز وكلها جت في وقت واحد تقريبا من منتصف 2019، صار في عرض كبير اكثر تقريبا من الطلب، والاسعار بدات بالنزول من ذلك الوقت. طبعا لما جت كورونا على قولتهم زاد الطين بله، ارتفع طبعا، زاد الديماند نزل، لذلك صار السبلاي اللي كان زايد صار اكثر. بدا بالتاثير بالنسبه لنا في الخليج، اول تاثير شفناه في الصين وشرق اسيا، بعده بدأ أوروبا. أمريكا ما هي سوق رئيسي بالنسبة لدول الخليج، خاصة منتجات البارما، ما هي مهمة بالنسبة للبارما، سد الشحن وأشياء أخرى. بس لحسن الحظ الصين بدأت تطلع، شرق آسيا بدأ يطلع من مشكلتها مع الكورونا، وبدأت المنتجات الآن تروح للصين ودول شرق آسيا. بنفس الوقت أوروبا وهذا الأزمة بدأت فيها بعد الصين، ولا يزال السوق متأثر، ولكن دول مثل تركيا وغيرها الطلب فيها جيد، إلى درجة أنه الآن يا طول العمر كثير من المنتجين أعلنوا الآن في شهر مايو زيادة في الأسعار للدليفري اللي حيكون في شهر يونيو جون.
لذلك يعني في تحسن الآن، بدأت ضوء تحسن. طبعاً لا تزال الأمور مية واضحة 100% شو يصير على الكورونا، وهل بيصير فيه انتكاسة ثانية بعد البلدان ما تفتح ويسمحون بالتنقل، ولا ما بيصير شيء والأمور تبدأ بالأحسن. طبعاً هذه أشياء ما حد يعرفها في الوقت الحاضر، ولكن الآن فيه أكثر المنتجين أعلنوا زيادة في الأسعار لشهر 6 شهر جون. نعم، بالحديث عن تأثيرات كورونا التي فرضت أمرا واقعا مختلفا اليوم في الكثير من القطاعات عالميا، قبل كورونا توقعات وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن البتروكيماويات ستستحوذ على ثلث النمو في الطلب العالمي على النفط في 2030، والآن مع الواقع الناجم عن كورونا هل ستختلف الحسابات، وإلى أي حد سيبقى قطاع البتروكيماويات لاعب أساسي بتعزيز الطلب على النفط مستقبلا؟ شوفي، أنا ما أعرف التفاصيل الداتا حقة المنظمة الطاقة العالمية، ولكن لو نظرنا اليوم وقبل حتى كورونا، نسبة البتروكيماويات اللي جاية من البترول ما تتعدى 7% من استهلاك البترول، أو ما أو بعد مرة كل شيء 8%. لذلك نسبة البتروكيميكال اللي جاية من الأويل هي مين كبير. إذا قارنتها بالشيل غاز وبالغاز اللي موجود في الخليج، وهذا هو الغاز هو القيم المفضل بسبب اليلد، مو بس أسعار، لا بسبب اليلد. تجيك طن إثيلين من بس طن وثلث إيثين، بينما للنافثة لو سويتها يبغى لك 4 أطنان حتى يطلع لك طن واحد. نعم، لذلك العملية ما هي فيها شطارة، العملية الغاز لا يزال هو ملك البتروكيميكال من ناحية اللقيم. لا تحسن الاستهلاك على البترول من البتروكيميكال حيزيد، خلي من 7% 8 يوصل 10، ياخذ وقت. بنهاية المطاف استهلاك البترول يا اخي هو مرتبط بالنقل العالمي، 65-70% من برميل البترول يروح للنقل، سيارات، طيارات، بواخر، قطارات وغيره وغيره. نعم. لذلك البتروكيميكال بياخذ في الزياده كجزء كبير من الزياده، ولكن كجروس نمبر، كابسولوت نمبر، نسبه من البرل ما يطلع هيوج نمبر. يعني خلونا واقعيين، لانه لا يزال غاز كثير في العالم، والمنتج البتروكيماويات يفضل اللقيم اللي جاي من الغاز على اللقيم اللي جاي من النفط. في ظل الواقع اليوم، كيف تنظر الشركات إلى الجدوى الاستثمارية وتعزيز كفاءة الاستثمار أيضا بقطاع البتروكيماويات؟ شوفي، القطاع البتروكيماويات، قطاع الكيميكال عموما، البتروكيميكال جزء من الكيميكال، قطاع مجدي جدا، لأنه إحنا كبشر محاطين بالكيميكال حوالينا، حتى أجسامنا لو حللتها أصلا مبنية من الكيميكال مولكيولز. لذلك الكيميكال حي بيستمر معانا ما استمرت البشرية، لذلك ما في عليه خوف، ولكن هو يمر بدورات سيكليكال. في يجي سبلاي اوفر ديماند، والديماند ينزل زي ما هو السبلاي اللي جاء من امريكا مثلا مع الشيل غاز اثر تاثير كبير على نسبه المعروض في السوق، ولكن مع الوقت السوق يصل الاتزان ويبدا بالتحسن. ولو نظرنا الابدا مارجن على البتروكيميكال مقارنه بالمنتجات الاخرى، طبعا غير الفارماسيوتيك والمشاريع، بس عاد الكيميكال الاخرى والمعادن كبر والنيكل وغيرها والالمنيوم، تجد ان العائد ابدا مارجن للكيميكال عموما هي من الافضل، من الافضل العائد المالي. لذلك هي صناعه حتستمر وتستمر بنجاح. عندما نتحدث أيضا عن الوضع الراهن الآن في ظل أزمة كورونا، ذكرت أن هناك ضوء بدأ يظهر، والأسعار للتسليمات شهر يونيو تحسنت أو رفعت من قبل الشركات، بالتالي كيف ترى عملية أعلن عن ذلك؟ نعم، بالتالي كيف ترى عملية التعافي ما بعد كورونا في هذه السوق؟ والله شوفي، هو اللي يعتمد على الشيب أوف ريكفري. يعني إذا ريكفري صار زي الفي، وتشكله مو لايكلي، يعني ما حيصير زي حرف الفي بالانجليزي، طبعا بيكون على طول تعافي، ولكن هو شكله التعافي على شكل حرف اليو، واليو ممدوده شوي. لذلك القطاع معتمد على الناس ترجع لاعمالها، الناس تبدا تسوق سيارات، الناس تبدا تشتري سيارات، تركب طيارات، قطارات. طبعا هو تعرفين البتروكيميكال جدا مرتبط بالجي دي بي اللي هو الناتج المحلي والناتج القومي. لذلك اذا صار في زياده سيارات، زياده طيارات، زياده هذا، تكون استهلاك البتروكيماويات اكثر واكثر، والبناء والكونستراكشن والبيوت وغيره وغيره. لذلك هذه حتاخذ وقت. احنا قمنا قبل شويه ان استهلاك البتروكيماويات الان جيد جدا في المنتجات اللي هي وان تايم يوز اونلي، اللي تستخدم مره وترمى.
يعني زي الباكيجينج، زي الماسك هذا الوجه قطاع الوجه، زي كل الاستهلاكات الطبية في البوليمر في البلاستيك كلها مرتفعة وعليها ديماند عالي. ولكن الديماند على البتروكيميكال اللي تروح بالدور والجودز أو الجودز مثل الثلاجات، غسالات، سيارات، طيارات، هذه طبعا نازلة بسبب أنه ما حد الآن يسوي سيارات كثيرة ولا أحد يبني طيارات كثيرة. لذلك الديماند على الكيميكال هذه بوليبروبيلين بالأخص في يصير عليه نزول أكثر. ولكن اللينير لو دنسيتي بوليأثيلين جزء من اللو دنسيتي بوليأثيلين يدخل في الباكجينج ويدخل في بعض الاستخدامات الطبية أو نعم. الكيميكال اللي تدخل في الهاند سانيتايزر وما لازم، هذه طبعا ديماند عليها كويس. نهاية المطاف هو الكيميكال مرتبط بالجي دي بي. إذا بدأ الجي دي بي يتحسن بسبب رفع الحظر على المجتمعات حول العالم حتبدأ يتحسن، ولكن البتروكيميكال نسميه early indicator. إذا بدأ البتروكيميكال يتحسن معناه علامة أو ساين إنه الاقتصاد بدأ يتحسن. والآن الإعلانات المنتجين اللي أعلنوها بيجون رفع الأسعار هذا إعلان جدا بازل طيب، يعني يعطي صورة إن الأمور بادية تتحسن. نعم، شكرا جزيلا لوجودكم معنا من الرياض الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع الوطنية المهندس مطلق المريشد، شكرا لك. شكرا. مستمرون معكم بعد فاصل قصير في برنامج عالم الطاقة. وفيه مصافي التكرير تواجه معضلة هبوط الطلب على الوقود. أهلا بكم مجددا إلى برنامج عالم الطاقة. رغم توقعات أوبك بانخفاض الطلب العالمي على النفط العام الجاري بسبب وباء كورونا، فإن اتفاق خفض الإنتاج من شأنه تسريع عودة التوازن إلى الأسواق خلال الأشهر المقبلة. عمقت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك من خفض توقعاتها إزاء الطلب العالمي على الخام هذا العام بفعل التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا، وبالرغم من بدء بعض الدول في تخفيف إجراءات العزل والقيود على الحركة، فإن أوبك لا تزال تتوقع انكماش الطلب على الخام بأسوأ وتيرة خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهذا ما دفع المنظمة إلى تعميق توقعاتها في تقريرها الأخير إلى 9,70,000 برميل يوميا خلال 2020، وذلك ليعكس مخاطر الركود العالمي. ضعف الطلب بسبب الإغلاق العام وتقييد حركة السفر والنقل والمواصلات أدى إلى هبوط أسعار النفط بأكثر من نصف قيمتها، مما قد يترجم إلى انخفاض في الإنفاق الاستثماري في قطاع النفط بنحو 23% في 2020. وبحسب أوبك فإن ضعف الطلب وانخفاض الأسعار بجانب عدم توفر مساحات التخزين دفعت بالمنتجين في الولايات المتحدة إلى الخفض القسري للإنتاج بنحو 1,500,000 برميل يومياً على الأقل خلال الربع الثاني، فيما أعلن المنتجون من خارج أوبك بلس عن خفض في الإنتاج بنحو 3,600,000 برميل يومياً استجابة لضعف الطلب العالمي.
إلى ذلك توقعت المنظمة أن يتراجع المعروض العالمي للنفط من خارجها بنحو 3,500,000 برميل يومياً في 2020. وترى أوبك أن التعديلات السريعة في المعروض لمعالجة اختلال أسواق النفط من خلال اتفاق أوبك بلس لخفض الإنتاج ب9,700,000 برميل يومياً خلال مايو ويونيو بجانب الخفض الإضافي الطوعي من كبار المنتجين مثل السعودية والإمارات والكويت من شأنه أن يسرع من تحقيق التوازن في أسواق النفط. وفي هذا المحور ينضم إلينا من دالاس المدير الشريك في شركة Energy Outlook Advisors الدكتور أنس الحجي. أهلا بك معنا أستاذ أنس. إذا وفق التقارير التي تابعناها، بينما أظهر تقرير أوبك بعض التشاؤم لناحية الطلب في 2020، رأت وكالة الطاقة الدولية أن السوق بدأت تشهد تحسنا انطلاقا من هذا الربع، فأيهما من التقريرين أقرب إلى واقع السوق؟ أعتقد أن كلاهما غير واقعي ومتحيز لصالحه. بالنسبة لتقرير أوبك، ليس لديها خيار سوى أن تكون متشائمة حتى تلتزم الدول الأعضاء بالحصص. أعرف أن البعض سينزعج مني من هذا الكلام، ولكن هذا واضح من تقارير أوبك في السنوات الماضية، أنها تميل إلى التشاؤم دائما ثم تقوم بتعديل الأرقام فيما بعد. نفس الأمر ينطبق على وكالة الطاقة الدولية، لا يمكن عزل أهداف هذه المنظمات من توقعاتها. الواقع أنه بالنسبة لأوبك، قامت توقعات أوبك بالنسبة للطلب على النفط متشائمة، وتوقعاتها بالنسبة للطلب على أو معروض خارج أوبك أقل مما هو سيكون. الحقيقة أن هناك انخفاض كبير في إنتاج النفط العالمي بسبب انخفاض الأسعار وبسبب انخفاض الاستثمار الناتج عنه، وبالتالي أعتقد أن الوضع سيكون أفضل بكثير مما تتوقعه أوبك ووكالة الطاقة الدولية. هناك إذن تخفيضات طوعية من جهة، إلى أي حد ستترك أثرا فعالا في السوق برأيك وسط تخمة المعروض التي تعاني منها التخمة الموجودة بمواقع التخزين أيضا التي شكلت أزمة كبيرة في أسواق النفط مؤخرا؟ نعم، على المدى القصير لن يكون لها أثر، أو يمكن القول بأن الأثر محدود جدا، ولكن سيكون أثرها على المدى المتوسط والبعيد إذا تم الالتزام بالإنتاج من كافة الأطراف. ولكن على المدى القصير الأثر الأساسي يأتي من زيادة الطلب على النفط ومن انخفاض إنتاج الصخري بالذات. تحسن الأسعار في الأيام الأخيرة جاء بشكل أساسي بسبب تحسن الطلب على النفط. إلى أي حد قد يتراجع إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية بعد الانخفاضات الكبيرة التي رأيناها فيه تبعا لتراجع الأسعار؟ نعم، هناك نوعين من التخفيض. التخفيض الأول هو الناتج عن إغلاق الآبار العمودية وتقليل الإنتاج من الآبار الأفقية، هذا واحد. ولكن يمكن إعادة الإنتاج من الآبار الأفقية وزيادة الإنتاج في الآبار أو عودة الآبار العمودية وزيادة الإنتاج من الآبار الأفقية عندما ترتفع الأسعار. المشكلة الأساسية الآن هي أن آبار الصخري تأتي بمعدلات نضوب عالية. تاريخيا قام المنتجون بزيادة الاستثمار وتحسين الكفاءة وزيادة عدد الآبار للتعويض عن هذا الانخفاض أو عن معدلات النضوب العالية،
واستطاعوا التعويض عن معدلات النضوب من جهة وزيادة الإنتاج من جهة أخرى. مع انخفاض الأسعار الآن ليس هناك تعويض عن معدلات النضوب، وبالتالي فإن الأثر الأساسي سيأتي من انخفاض الاستثمارات مع زيادة معدلات النضوب. فإذا أتينا إلى مثلا عام 2021، المشكلة الأساسية التي ستكون في صناعة النفط العالمية هي انخفاض الصخري بسبب ارتفاع معدلات النضوب. أيضا بهذا الإطار وضمن عملية التعافي الموجودة الآن ببعض الاقتصادات، أو بداية إذا صح التعبير التعافي مع فتح الاقتصادات، ماذا تتوقعون لناحية الطلب العالمي؟ الطلب العالمي واضح أنه في تحسن مستمر سواء انتهت كورونا أو لم تنتهي. واضح أن الاقتصادات لا يمكن أن تستمر في حالة الحجر. هذه مشكلة كبيرة، وصناع القرار خاصة في الدول الغربية عندهم انتخابات، وعندهم مثل في أمريكا الآن وفي بعض الدول الأوروبية، فلن يستطيعوا قتل الاقتصاد بالكامل بسبب هذا الموضوع. فالنظر الآن كل السياسات تنظر إلى موضوع الحجر والحجر الجزئي وما يمكن تفاديه في هذه الحالات. لذلك من الصعب جدا التوقع العودة إلى الحجر الكلي في أي بلد في العالم. دكتور حجي، أدعوك للبقاء معنا لنتابع هذا التقرير، حيث شهدت مصافي تكرير النفط في العالم توجها ملحوظا لخفض نسب التشغيل وحتى الإيقاف المؤقت للأعمال، وذلك في ظل الهبوط الكبير الذي شهده الطلب على الوقود من جراء وباء كورونا. وضع هبوط الطلب على الوقود مصافي التكرير أمام وضع حرج، فتوقف المركبات والطائرات عن الحركة نتيجة إجراءات الإغلاق في مختلف دول العالم تسبب في انحسار الطلب على المنتجات البترولية بشكل ملحوظ. ونتيجة ذلك تتوقع وكالة الطاقة الدولية هبوط الطاقة التكريرية بأكثر من 13 مليون برميل يوميا في الربع الثاني، وبما يقارب 6 ملايين برميل يوميا على مستوى عام 2020، وهي مستويات لم تشهدها هذه المصافي منذ عقد من الزمن. أمام هذا الوضع الصعب وجدت مصافي التكرير نفسها مضطرة إلى خفض نسب التشغيل بعد تعرض هوامشها لضغوط، بل ولجأ بعضها إلى الإيقاف المؤقت للأعمال إلى حين عودة الطلب على الوقود. وفي ظل هذه الظروف ترى وكالة الطاقة الدولية أن مصافي التكرير بحاجة لخفض مستويات الإنتاج دون 60 مليون برميل يوميا لضمان عدم تشكل مخزون من المنتجات البترولية، لكن هذا الأمر أيضا يعد غير قابل للتطبيق بحسب وجهة نظر الوكالة. تحديات مصافي التكرير ليست وليدة الساعة، فالطاقة التكريرية في العالم واصلت النمو لسنوات طويلة على الرغم من الضعف الذي أصاب الطلب على النفط في بعض الأحيان، وهو ما دفع مؤسسة وود ماكنزي لتوقع وجود فائض في الطاقة التكريرية في العالم خلال السنوات الخمس المقبلة حتى من قبل ظهور فيروس كورونا. أرحب مجددا بضيفنا من دالاس دكتور أنس الحجي، ونسأل هنا عن قطاعات التكرير. مع التركيز المستمر على أداء سوق النفط في الوضع الراهن، لابد أن نطلع على أداء مصافي التكرير التي توقف الكثير منها بسبب ضعف الطلب على المنتجات البترولية. إلى أي حد تواجه مصافي التكرير وضع صعب الآن؟ طبعا كما ذكر التقرير المشكلة كبيرة جدا، ولكن هناك أخبار طيبة جدا الآن خاصة من الصين، حيث ارتفعت معدلات التشغيل في المصافي إلى 88%، يعني نحن قريبين جدا من المعدلات العادية. أعتقد أنه إذا استمر نفس الاتجاه فأنه سنصل إلى المعدلات العادية خلال 3 أسابيع أو 4 أسابيع. الآن نرى تحسن في المصافي الأمريكية، طبعا كان هناك انخفاض الأسبوع الماضي في معدلات التشغيل في المصافي الأمريكية، ولكنها ستزيد مع زيادة الطلب على البنزين. طبعا هناك انخفاض كما رأينا يوم الثلاثاء والأربعاء، هناك انخفاض ملحوظ في مخزون البنزين في الولايات المتحدة، هذا يدل على زيادة الطلب على البنزين. وهناك وعلى المصافي بهذه الحالة زيادة معدلات التشغيل لمقابلة الطلب المتزايد على البنزين، فسيكون هناك تحسن. الإشكالية الآن مع المصافي هي أنه انخفاض إنتاج النفط الأمريكي يسبب مشكلة كبيرة لهذه المصافي التي تعتمد عليه، لأنه أغلب البنزين يأتي من النفط الصخري، وبذلك يتوقع أنه مع خسارة جزء من الإنتاج الأمريكي فإن واردات الولايات المتحدة من نيجيريا والجزائر ستزيد في محاولة من المصافي للتعويض عن خسارة النفط الصخري وإنتاج
كميات كافية من البنزين. هل سنشهد تحول بخطط الشركات بتوجهاتها للتعامل مع هذا الواقع؟ بالضبط. بالنسبة لنا سنجد هناك يعني بشكل عام تخفيض الأسعار أو انخفاض الأسعار، إذا كنا بدنا نقول أنه مقصود ولا غير مقصود. انخفاض الأسعار سيؤدي إلى زيادة حصة دول أوبك في السوق الأمريكي، والذي هو يعتبر الجائزة الكبيرة لهذه الدول، لأنها خسرت السوق الأمريكي بسبب الصخري. الآن الدول التي ستستطيع زيادة حصتها في الأسواق الأمريكية، أولا نيجيريا وستأتي بعدها الجزائر. شركات المصافي لن تفرق معها، المهم أن يصل النفط إليها. المشكلة الآن أن هذه المصافي بدأت في بناء وحدات إضافية لتحمل النفط الخفيف الذي يأتي من الصخري، والآن الصخري سينخفض، فسيكون هناك مشكلة في المصافي في هذه الوحدات الجديدة. إذن ننتظر المراحل المقبلة دكتور حجي لنرى كيف سيكون الوضع في الأسواق مع تكشف أكثر تفاصيل حول وضع الاقتصاد العالمي والاستهلاك العالمي للوقود ولكل المنتجات البترولية. شكرا لوجودك معنا من دالاس، المدير الشريك في شركة Energy Outlook Advisors دكتور أنس الحجي. يا مرحبا. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام حلقة اليوم من برنامج عالم الطاقة. شكرا لحسن متابعتكم، نلقاكم الأسبوع المقبل، دمتم بأمان الله.